صدق الله العظيم. بقول يا فراولة، ما تقومي ترتاحي جوه شوية، بكرة اليوم طويل وصعب. يا فراولة، الموت علينا حق، وأبوك الله يرحمه كان راجل طيب. أبويا كان طيب غصب عنك يا سيد. بس برضو مش عارف، يعني مش عارف ليه عايزة تعذبي نفسك وتعذبينا معاكي. أبوكي مات خلاص، عايزين بقى ندعيله عشان يدخل الجنة. هيدخل الجنة إن شاء الله، بس هيفضل طول عمره ذنبه في رقبتي بسبب الكلام الفارغ اللي أنا سممت بيه بدنه. طب إيه رأيك بقى بنت الناس كده لو نبقى مؤمنين بالله ونعدي الأزمة دي على خير؟ محدش قالك ما تعيطيش، عيطي عيطي واحزني زي ما أنت عايزة، لكن حياتك وحياتي عايزين نرحمها.
عايز ايه يا سيد؟ عايز ايه؟ ابويا لسه مرمي جوه على سريره، وانت عايزني اتكلم عن حياتي وحياتك؟ عايز نعمل ايه؟ اقوم احب فيك؟ اهو ده بقى يبقى عين العقل. صدقيني يا فراولة، من النهاردة هتلاقيني جنبك على طول، هكون زي ابوكي واخوكي وابنك كمان. ابني؟ ايوه ابني. فكرتني يا سيد، لما ابويا وقف قصادك وقالك انه مش عايزك، انا عملت ايه ساعتها؟ خدته في الاوضه وقلت له وفهمته اني حامل لما ابوك جه، وحبيت الم الدور. وقلت له ايه كمان؟ قلت له ان انا محتاجه اعيش معاك. وانا محتاج اعيش معاك يا فراوله، انت طيبه وبنت حلال وست بمعنى الكلمه. صدقيني يا فراوله، دلوقتي بالذات احنا محتاجين لبعض، احنا لينا مصالح مشتركه لازم ندافع عنها وايدينا في ايدين بعض. انا بحبك والله العظيم بحبك. عايزه اصدقك يا سيد. ما هو لازم تصدقيني يا فراوله عشان ما فيش حل قدامي غير كده. خلاص يا ستي بلاش ترحميني انا، بس ارحمي نفسك. هعمل ايه بس يا ابراهيم؟ هعمل ايه؟ انا سلمت امري لله وخلاص. الواد كان قلبه زي البفته البيضه وعايش في وسطينا ملوش حس، وانا هحكي لك عن سيد يا ابراهيم. ما انت عارفه يا عم محمد. بس ايه اللي جرى؟ انت مكبر المسائل ليه؟ الواد ساب الجامعه وراح اشتغل جزار، ولما رحت اقنعه كنت فاكر انه هيرجع كليته، لكن يا خساره ابو مراته مات وهو هيتحمل المسؤوليه بداله. بص بقى يا محمد، اللي حصل حصل، هنعيده ليه ونشيل الهم؟ بس لو ما كانتش الست احلام. بص يا عم محمد، ست احلام مالها ومال اللي حصل لابنك؟ هنعيده ليه؟ بقول لك ايه، حط لسانك في بقك وما تخسرش كل حاجه. انا بقول لك اهو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه هند موجوده؟ الاستاذه هند موجوده اه، بس نايمه. مين حضرتك يا فندم؟ انا اصلي عايزاها في مشكله قوي ومحدش يقدر يحلها غيرها. طب خش يا نافع، خش. بقول لك يا عم محمد، مش دي والده الانسه عزه؟ خير يا مدام مهتاب؟ في ايه؟ طب نقعد الاول وانا هقولك على كل حاجه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ لا ملوش داعي، حضرتك طبعا عارفه قضيه عزه بنتي والولد ده اللي اسمه حاتم. اه ما انا عارفه. ما هي عزه خرجت بكفاله والقضيه سهله ان شاء الله وهتتحل. الكفاله اتلغت وعزه بنتي رجعت السجن تاني. سافر من هنا لمصر عشان احمد بيه قال لي المساله والحل في ايد الهانم. اروح لها؟ وكنت مستعده ابوس ايدها واحكي لها الحكايه. بصيت لي وقالت لي بمنتهى الهدوء، الحل في ايد الاستاذ خليل. ايه فاكره نفسها مين هند الخشاب دي؟ هو في ايه يا هانم؟ وحضرتك راجعه وش الصبح ليه؟ كنت في الكباريه يا حبيبتي. طب والانسه عزه فين؟ في السجن يا روحي. استاذه هند، العربيه قدام الباب. يا استاذه. ايه في ايه؟ العربيه قدام الباب. انا عارفه انها قدام الباب، يعني هتكون في الشارع على الناصيه. هو انا قلت حاجه غلط؟ هي الست اللي جات لك في نص الليل قالت لك حاجه زعلتك؟ مالكيش دعوه انت. المهم اختي ناجيه اول ما تصحى هي وابنها عاوزاكي تبقي في رجليهم. كان المفروض اكون موجوده في البيت وهي موجوده. انا عاوزاها تحس انها في بيتها بالظبط، مش عاوزاها تحس ان انا مش موجوده، فاهمه؟ حاضر، كل طلباتها مجابه. الو. ايوه يا ابو حسين. حسين الساعه 8 الا ربع الصبح. ما انا عارفه ان الساعه لسه 8 الا ربع يا هند، لكن انا في حاجه عايز احكيها لك من بالليل. حاجه ايه؟ بصي يا هند، هي المساله ممكن ما تبقاش صح، اصل الدكاتره دول في التحاليل. بقول لك ايه، انا مش فاضيه، عندي قضيه ولازم اروحها دلوقتي. انت عاوزه ايه بالظبط؟ بتقولي تقرير ايه؟
موضوعنا جاي. في ايه يعني؟ التقرير بيقول ان الصداع ووجع العظم والدوخه اللي بيجوا للست نجيه سببها هم عملوا تحليلات نوعيه لكرات الدم البيضاء، وعندهم شك ان يكون عندها سرطان في الدم. صباح الخير يا هان. يا خشين صباح الخير يا هان. صباح الخير. ايوه يا بوسينة هكلمك بعدين، اصل عندي شغل. بقولك هكلمك بعدين، مع السلامه. صحيتي بدري كده ليه؟ القضية في الرول 38، القاضي متشدد شوية وبيأجل جلسة واحدة بس. أنا أول مرة أدخل المحكمة دي. محكمة الزنانيري؟ سمعت عنها قبل كده. الجلسة هتبدأ. اتفضلي حضرتك وانا هستنى نادين. انا اذنك. على اذنك يا فندم. استاذ خير. ازيك يا استاذ خير؟ ازيك يا استاذه هند؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. اللي رابك على هنا؟ عندي قضيه طلاق. بس على فكره انت تعرفيها وكانت شغاله عندك في المكتب. شغالة عندي في المكتب؟ مين دي؟ ايوه اسمها سلمى. سلمى؟ ايوه. قولي لي اخبار مدام نجيه ايه؟ عندي في البيت دلوقتي. ان شاء الله مش هنبعد عن بعض ابدا. ربنا يديلها الصحة يا رب. يا رب. اتأخرتي ليه؟ القضية بدأت. معلش اصل الميكروباص عطل بينا. 38 نديم فاروق نفق هديت حتى اللطيف. هند الخشاب حاضرة مع المدعية السيدة نادين فاروق. أدهم أبو العطا حاضر مع المدعي عليه حسن لطيف. اتفضلي يا أستاذ. سيدي القاضي، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، صدق الله العظيم. ولظروف لا يعلمها إلا الله تزوج المدعي عليه حسن لطيف من سيدة أخرى فجأة ودون سابق إنذار ليعطي زوجته أم أطفاله درسا لن تنساه. هذه السيدة وقفت مع حسن لطيف على مدى 9 سنوات حتى تحول من مطرب مغمور لمطرب معروف يعمل في الفنادق 5 نجوم. وأصبح الدرس الذي لن تنساه موكلتي هو أنها أصبحت بالعائل وطفلين بالمدارس ومصاريف كثيرة، ولكنها قبلت هذا الدرس وطلقت وأصبحت بلا حياة وبعت كل ما تملك، وهذا أمر الله. شوف حضرتك المستند ده. ده إثبات حالة من الفندق إن حسن لطيف بياخد 2500 جنيه في فرح. يا فندم أنا بعمل فرح واحد بس في الشهر. ما تتكلمش إلا لو سألتك. اتفضلي يا استاذه. وده مستند رسمي مسجل في الشهر العقاري من وكيل الفنانين، ومن المستندات الرسميه انه بيتعاقد مع حسن لطيف على 10 افراح في الشهر الواحد. اطعن في المستند ده بالتزوير. المستند ده من السهل ان اي حد يشتريه من وكيل الفنانين. طلباتك ايه يا استاذه هند؟ دي حافظه مستندات وفيها مذكرة تفصيلية بطلباتنا وأسبابها والحالة الإنسانية لموكلتي وأطفالها، وأهمها إنها ما عندهاش تليفون في بيتها في الزمن اللي كل بيت فيه تليفون.
لأنها مش قادرة تدفع فاتورة التليفون. أنا مديها 1000 جنيه من يومين. يعني قادر تدفع 1000 جنيه أهو؟ أطلب التأجيل للاطلاع على الأوراق المقدمة من الأستاذة الزميلة لتجهيز الرد عليها. هديلك فرصة تطلع على الطلبات. تؤجل القضية ل 25/7 اللي بعده. 39 زينب عبد الواحد الصفدي طلاق. أستاذة هند بعد إذنك، أنت ليه عايزة تشهري بيا؟ أنا مطرب معروف وليا اسم، ممكن نتصالح. خلاص روح اعملي في الشهر العقاري إقرار بإنك هتدفع 2500 جنيه شهريا نفقة لمدة 5 سنين دون الأخذ في الاعتبار موضوع الحضانة. ده ابتزاز يا أستاذة. ده حق وأنا مصر عليه. استنى بس يا أستاذ. على فكرة يا أستاذ، موكلك لسانه سايب ومستنداته مالية البلد كلها، ولو ما دفعش 2500 جنيه هدفعه 6. وعندي مفاجآت هتبقى صاروخ في الجلسة الجاية، ومكتبي سبق زرتوه. عن إذنكم. دي بتخوفك. بقولك إيه، أسكت بقى يا أستاذ أنت. لا بقولك إيه بقى، نادين دي لازم تأثر عليها. الجلسة الجاية لازم يكون معاك من مطلقتك موافقة بالمبلغ اللي أنت قلت لي عليه. لازم نكبح جماح المحامية دي. تعال ورايا. الو بوسينة، انت فين؟ انا عماله ادور عليكي من الصبح. كلمتيني في الفيلا، مين اللي رد عليكي؟ نجية، اخبارها ايه؟ كويسه بوسينة؟ انا ما فهمتش انت عايزه تقولي ايه الصبح بالظبط. بصي بقى، التقرير بتاع الدكتور عاوزاكي تبعتولي بالفاكس على المكتب عندي هنا. معلش يا بوسينة هتعبك تاني وتنزلي. ربنا يخليكي، انا مستنياكي. مع السلامة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ افهم. ده انا عايز افرحك يا استاذ. تفرحني بايه؟ مش المحامي العام وافق على الافراج عن الاستاذ احمد الملاح بكفاله 2000 جنيه؟ وانت مين اللي قال لسعادتك الخبر المفرح ده؟ انا لسه خارج من عنده دلوقتي. اصلا انا كنت مقدم له مذكره بالموضوع. انت انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ بتتدخل في الشغل ده ليه؟ انا عبد المامور يا استاذ. الاستاذه هند هي اللي بعتلي المذكره وقالت لي اقدمها. دي كاتبه فيها كلام يا استاذ من مراجع اصليه. والله انت مش فرحان ليه يا استاذ خليل؟ والاستاذ احمد الملاح مش موكلك؟ موكلي طبعا، وانا النهارده جاي مخصوص للسيد المحامي العام عشان اقدم له مذكره التمس فيها الافراج عن موكلي. اقوم الاقيكوا سابقني ومقدمين نفس الالتماس ونفس الاجراء عشان تبانوا ان كنتوا البريفو وان محامي احسن من محامي. لا انا فاهم الشغل ده كويس وما يخشش عليا. تعرف بقى انا هسيب الشغلانه من تحت راسك انت وهنت بتاعتك دي. ماشي ماشي. الو. ايوه استاذ جابر. ايوه موجود. دي واحده احولك عليها. ده الاستاذ جابر يا فندم. هايل يا جابر هايل. استاذ خليل مش مهم نبقى نصالحه بعدين، المهم ان الكفاله توافق عليه. كويس قوي. طب يا كبير مع السلامه. الفاكس ده جاي لحضرتك من اسكندريه. تعرفي دكتور؟ نعم. عملتي ايه مع صفا؟ لسه. لا مفيش حاجه اسمها لسه. اعملي اللي انا قلت لك عليه
عايز افرح بيكي بسرعه. هو حضرتك هتنزلي امتى؟ عاوزه اروح دلوقتي، عندي ضيفه مهمه قوي في البيت ولازم اكون جنبها على طول. خلاص لما حضرتك تنزلي انا هقعد اتكلم مع صفوت وهبلغ حضرتك باللي حصل. لا بكره بالكتير تنزلي تشتري الشبكه. عايزه تتوسطن شويه مش كده؟ ايوه ظبط كده يا ريس. ايوه هات سنه يمين. ايوه حاول تثبت على كده بقى. ايوه ظهر واحده قريبتهم جايه تعزي. يا اخي عندك قوة ملاحظة غريبة مع الستات بالذات، عارف دي بيسموها ايه؟ ايه بقى؟ حاسة الشم. لا والله؟ والله. يا خرابي يا خرابي حبيبي يا جوزك، هو ما حدش هنا ولا ايه يا اخويا؟ بنروح يا ستي التربة فين؟ سبتيني نايمة كل ده ليه؟ ما حضرتك اللي رجعت وش الصبح فقلت اسيبك ترتاحي شوية. طيب خلصتي أكل عزة؟ بخلصه، خمس دقايق بالظبط وأغرف. طيب أنا كمان هطلع أخد دش وأغير هدومي وأروح لها، زمان البنت حبت عيني دلوقتي ماتت من جوع والعطش. روحي افتحي الباب، مش ممكن هقابل الناس كده، يلا. حاضر. اي خدمه؟ هي دي بقى فيلا احمد الملاح. مين حضرتك؟ انا المفروض كنت ابقى صاحبه الفيلا دي. يعني مين؟ انت بتشتري عندهم من امتى؟ من زمان طول عمري. واستفدتي ايه؟ حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ عايزه افيدك. شوفي بقى لك كام سنه اهو بتشتري عندهم، جد عليكي ايه؟ ده انت حسره ما عندكيش اوضه تقدري تعيشي فيها في اسكندريه لو طردوكي من هنا. مش كده برضو يا فيفي؟ فيفي لو عايزه بقى حالك ينصلح انا ما عنديش مانع. فيفي ايه ده؟ في صوت واحدة ست هنا. أنا مش فاهمة بصراحة أنتِ مالك بإن في ست هنا ولا مفيش؟ هو ده كان بيتك داخلة هجمة كده وعمالة بتقولي كلام غريب، أنا مش فاهمة حاجة بصراحة. أنا بقول الحقيقة وعايزة مصلحتك. عايزة أنقلك من شغالة لصاحبة بيت وزوجة ومعاكي فلوس. أنتِ مش كان نفسك تفتحي كوافير؟ عمال انده عليكي ما بترديش ليه؟ في واحدة ست تحت. ست؟ ايه يا بنتي؟ انت بتخطرفي ولا ايه؟ والله ابدا يا هاني، ده لسه كانت في واحده هنا دلوقتي وعارفه اسمي ان انا فيفي، حتى كمان عارفه ان انا كان نفسي افتح كوافير. كوافير؟ ايه ده اللي انت بتعمليه ده؟ انا عرفت انك خرجتي من المكتب، اصل انا بتجسس عليكي عشان تيجي تلاقي السفره جاهزه على طول. يا حبيبتي الله 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 الله، وايه الطواجن دي كلها؟ اه يا هند انت نسيتي اصلك ولا ايه؟ دي برايم رز معمر بالفراخ مدسوس. اوعى المقلوبه. هتاكلي صوابعك ورا. انا عايزه اعرف بقى ايه اللي عرفك بالمقلوبه دي؟ خالتي نجية صممت ان انا ابقى زوجة ماهرة وهتعلمني الطبيخ على اصول. السلطة الصحية. يلا يلا يا هند بقى، ولا هتغسلي ايديك الاول؟ لا ماما متعودة تاخد حمام اول ما توصل. يا لهوي
بتستحمي قبل ما تاكلي يا هند؟ لا يا اختي، الحمام ما ينفعش على معده فاضيه، ثم ان الاكل ما بيمريش بعد الحمام. البني ادم مننه لازم الاول كده ياكل ويملى معدته، وبعدين ينام كده قد ساعه، وبعدين يقوم يمرش جتيته. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، خليك في حضني كده على طول. ده يا هند مالك؟ هو اني هموت ولا ايه؟ بعد الشر عليكي ما تقوليش كده. طب يلا يلا بقى عشان تاكلي، ده اللمه بتاعتنا حلوه، ده لمتنا دي ما تتعوضش. يلا يلا. كده لخمتني؟ نسيتني احط الاكل لام فؤاد وعم محمد؟ انا مش قلت لك تفكريني؟ افكرك ليه يا اخي؟ انا كنت المساعده بتاعتك. طب قدامي الناس زمانها جعت. طب خد خد يا ولد، خد ادي لهم دي. يلا خد ادي لهم دي، خدي يا بنت ادي لهم دي. يلا بالهنا والشيف. يا خرابي. يلا يا ولاد. شفتي بقى؟ مشاني قلتلك كان لازم تجيبي اخ ولا اخت لبنتك عشان يعني كده يونسوها في البيت وتحس ان الدار كده مليانه عليها. ام فؤاد دي ايه اللي معاتها بره مع محمد؟ اصل الراجل هيتجنن عاوز ياخد ابنه معاه. ما تحاولي تقنعي الواد ان هو يروح مع ابوه مادام حماه مات. الحكايه دلوقتي اتعقدت اكتر بعد وفاه حماه. سيد دلوقتي دخل في المرحله الثالثه، مرحله الورث، وان الفلوس كلها هتبقى في ايده وهو المتصرف الوحيد، يعني صعب جدا انه يرجع تاني. طب يا اختي انت مش هتروحي تعزي الناس دول؟ نعزيهم ليه؟ انا ما اعرفش حد فيهم. لا يا اختي، العزا ما فيهوش اعرفهم وما اعرفهمش، ده واجب وكلنا هنموت وكلنا لازم نوصل بعض. هي مدام فراوله فين لو سمحت؟ خير. باية في حياتي. البقاء لله. الاستاذه هند مستنيه حضرتك بره عشان تعزيكي. الاستاذه هند مين؟ الاستاذه هند الخشاب اللي حماكي يا عم محمد بيشتغل عندها. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل. تعبتي نفسك ليه بس؟ الباقيه في حياتك، شدي حيلك يا حبيبتي. اتفضلي حضرتك. معلش انا جايه بس مخصوص علشان اعزيكي، ومعايا عم محمد ابو سيد، هو تحت مع ابنه. طب اتفضلي خدي فنجان القهوه، اصلا عايزاكي. وماله؟ سيد عارف المكتب، خليه يجيبك واهلا وسهلا بيكي. طيب انا ممكن اجي من غير سيد؟ ليه، هو في مشكلة؟ في مشاكل وحضرتك اللي ممكن تحليها. ممكن يعني اجيلك البيت او المكتب؟ انا اسفة، البيت ما بستقبلش فيه حد. المكتب اهلا وسهلا بيكي، بس لازم يبقى معاكي سيد جوزك. ليه؟ انتي اتجوزتيه ووافقتي عليه، يبقى لازم يبقى معاكي. ما تتفضلي يا هانم تشربي القهوة وتقعدي زي الناس ما هي قاعدة. متشكرة قوي. الباقية في حياتكم، شدي حالك يا حبيبتي. مين دي؟ دي الست اللي بيشتغل عندها ابو سيد، ست مهمة قوي ومقامها كبير، بس الظاهر بقى ما بتحبش تقابل حد لوحده، بتحب تبعد عن المشاكل. احنا هنسيب الستات اللي جوه والعزا ونقعد نحكي؟ اما يمشوا نبقى نقول اللي احنا عايزين. عندك حق. الفلوس اهي والوصل تمضي، ونروح الشهر العقاري نتصالح، وبلاش بدالة المحاكم. اسمع يا حسن، لو وقفت قدامي كده للصبح مش هاخد فلوس ولا حمضي ورق. عندك الاستاذة هند، روح لها اتصرف معاها. يا بنتي ده القاضي مش هيحكم لك اكتر من 200 جنيه، ودول 850 جنيه، يعني بالود احسن. برضه روح للاستاذة هند، واللي هتقول عليه هوافق عليه. انا بصراحة بقى الست دي مش بالحها ومش نازلة لي من زور. انت لو خدتي الفلوس دي ومضيتي على الوصل كل مشاكلك هتتحل، مصاريف مدارس الولاد ومصاريفك انت كمان، ولبسهم وهدومهم وهدومك انت كمان، مره في الصيف ومره في الشتاء، والشقه دي هسيبها لك، ومش هاخد الولاد هخليهم في حضانتك على طول. المهم ان مفيش راجل يعتب الشقه دي تاني خالص. ما دامك موافق على كل ده ما تعمله مع الاستاذه هند، ولو مش عايز تروح تقابلها خلي المحامي بتاعك يروح لها ويخلص معاه.
اصل الست المحاميه بتاعتك دي طالعه لفوق وطالبه فلوس كتير قوي ومش حطولها. خلاص يا حسن، اللي ربنا يأذن بيه يكون. انت دماغك ناشفه ليه؟ انت اللي عملت كل ده. ما كنا قافلين بابنا علينا وعايشين على الحلوه والمره وانا مستحمله، كنت بقطع من قوتي وقوت ولادي عشان تركب عربيه وتلبس بدله وتبقى قايمه قدام الناس. طب لو قلت لك ان انا اسف على كل حاجه وصالحتك بالطريقه اللي تعجبك نحل الاشكال ده؟ هتصالحني ازاي؟ هصالحك ازاي؟ نتجوز تاني وارجع اعيش معاك انت والولاد ونعيش كلنا في بيت واحد. وشوش مراتك؟ هطلقها. مش هتقدر يا حسن. جربي يا نادين، واحنا فيها دلوقتي اتجوزك عرفي لغايه ما يجي المأذون. اطلع بره يا حسن، اطلع بره واعمل اللي انت عايزه وانا راضيه بامر الله. انا مش هاهين نفسي مع واحد زيك اناني ما يهموش غير نفسه. اطلع بره. بترفضيني يا نادين؟ يا ولية يا عره، طب وحياه اغلى ما عندك. ولو اني مالكيش غالي لهخليكي تبوسي رجليا قبل ايديا. ماشي يا نادين. كان نفسي اعيش وارجع لحياتي تاني. كنت خايفه منك يا حسن، خايفه. سامح، لحظه واحده افتح الباب. هند، في ايه؟ مفيش حاجه، انا متضايقه بس وكنت عاوزه اقعد معاكي ادرس شويه. طب اتفضل. طب يا سامح، باي باي، هكلمك بعدين لحسن. هند جت لابسه اسود ليه؟ كنت بعزي سيد ابن عم محمد البواب حمام. والله فيك الخير، تعالي نملى. لا لا لا، انا مش عاوزه اشرب حاجه خالص، انا عاوزه اتكلم معاكي بس. خير يا هند؟ ده تقرير من مستشفى مصطفى كامل في اسكندريه. تقرير ده صورة لدم نجية أختي، كنت عملتولها وأنا في اسكندرية. دكاترة بيقولوا إن الكرات البيضة بتتاكل، كلام كتير قوي عن شكهم إنها عندها سرطان في الدم. عايزين يعملوا تحاليل تانية عشان يشوفوا الطحال الأخضر اللي عندها. الخبر يا هند؟ الكلام ده من ساعة ما عرفت وانا تايهة، مش عارفة اركز. بحاول طبعا ما حدش حواليا يحس بحاجة. الست كانت في دارها زي ما بتقول، قافلة على نفسها، ما هيش عارفة عندها ايه ولا ما عندهاش ايه. بتجلدي نفسك ليه يا هند؟ عشان لو حصل لها حاجة ابقى انا السبب، انا اللي فتحت الموضوع. بطيخة مقفولة وأنا كسرتها. عمري ما شفتك مهزوزة بالشكل ده، ده انت أم العقل. بتفكري والناس مرعوبة وبتوزني والناس طايشة. مش قادرة. طيب يا حبيبتي، أنا ممكن أساعد بإيه؟ أنا جاية أحكي بس. طب التقرير ده أنا هعرضه على أستاذ كبير في القصر العيني، أعرفه معرفة شخصية وهرد عليكي. في ايه؟ ايه اللي بيضحكك؟ انت شاربه حاجه؟ اصل سامح لسه قافل معايا، اتفقت معايا يجيب المأذون وانا اعزمك ونعمل فرح صغير ويجيب هدومه ويجي يقعد معايا. ودي فيها ايه يضحك دي؟ عشان خلاص الاستاذ هياخد بومبا للمره الثانيه والموضوع هيتاجل. ويتاجل ليه؟ انت مش عارفه انه ما ينفعش اتجوز وانت في الحاله دي. خد خد يا ابني، نزلها العربيه واستناني. ها يلا اتفضلي حضرتك. متشكره. مش كنت يا حضرتك استنيتي لما احمد بيصحي من النوم وكنت استاذنتي منه قبل ما تمشي؟ يا سلام، استاذن منه؟ استاذن منه ليه بس؟ ها انا كنت قاعده هنا اهوت علشانه. انا قاعده هنا علشان خاطر بنتي، وبعدين هو ما كانش في البيت، دلوقتي هو رجع البيت، ما يصحش انا اقعد هنا، انا ست متجوزه
وبعدين انا هروح فين يعني؟ ما انا برضه في اسكندريه، مش هسافر الا لما بنتي تطلع من الحجز واخدها في ايدي. برضه يا هانم هو كان في الحجز ولسه راجع تعبان، المفروض حضرتك تستاذني وتاخدي بخاطره علشان خاطر عزه. يخرب بيت عزه واللي خلف عزه واللي جاب عزه، ما عزه دي هي سبب كل البلاوي، لولاها انا ما كنتش شفت وش احمد الملاح ولا كان شاف وشي. فين احمد بيه؟ اهلا يا متر، انا زعلانه منك وكنت جايه لك المكتب، معقول؟ عزة ياخدوها من ايدك ويحبسوها تاني؟ يا ست هانم انا قرفت من الوكاله دي وشبكتها. ليه يا متر؟ انت بتشتغل وتشتم؟ هو الخيار الفقوس عندك انت كمان بالكم؟ انت بتتكلمي عن مين حضرتك؟ بتكلم على انك جريت ورا احمد، ما استحملتش ان هو يتحبس في المستشفى، لكن بنتي انا طز فيها، ان شاء الله تاخد اعدام. والله عندكم هند الخشاب، انتوا مش فرحانين بيها؟ اهي هي اللي بتشتغل دلوقتي، وهي اللي بتخرج من الحجز. ايه مالكم؟ بتتخانقوا ليه؟ طليقتك مش عاجبها شغلي، وانا اساسا بقى جاي اعتذر عن الشغل ده. الله، هو في ايه بس؟ في ان عندك محاميه شاطره على الاخر وعايزه كعبها يعلى على كعبي، فاهلا وسهلا بيها لحضرتك ولبنتك عزه. عيبك انك بتتكلم في موضوع انا مش فاهم فيه حاجه بالمره. وعيبك برضو الاستعباط ده. لا يا متر لو سمحت، احنا مش عايزين نغلط في بعض. امال عايزين ايه بقى؟ نقعد في المحاكم طول النهار؟ طب لعلم حضرتك بقى، انا طول الليل امبارح عمال افتح المراجع بتاعتي والمذكرات، واجيب من عند السنهوري واجيب من عند محرم باشا، وعملت حته مذكره علشان اخرجك بيها كفاله واقدمها للمحامي العام. اقوم الصبح الاقي المحامي الزقريته بتاعها سابقني عند المحامي العام. شكل ايه قدام الراجل؟ يحترمني ازاي ويقدر مواقفي اللي طول عمره بيقدرها ازاي؟ بقى الأستاذة هند الخشاب هي اللي قدمت مذكرة وهي سبب في الكفالة؟ أيوه يا إخويا، استعبط استعبط كده على الآخر، استعبط. الله، أمال أنا لما رحت لها النهاردة الفجر بيتها أترجاها تيجي تنقذ بنتي من الحبس، قالت لي الأستاذ خليل هيتصرف وأنا هتصل بيه وأقول له يعمل إيه؟ هو أنت كمان رحت لها مصر؟ لا، ده أنا بقيت ملطشة على الآخر، والله بقيت ملطشة على آخر عمري. طيب، تلاقيكوا بقى أنتوا الاتنين بتدبروا حاجة في الخفاء. طب اشربوا اشربوا بقى، ولعلمك بقى احمد بيه انا عايز من حضرتك حاجه، ها؟ تبعت لي نعيم عشان يصفي حسابه معايا، عشان من النهارده انا مش هشتغل معاك طول ما معاك هند الخشاب. والله الغني عنك وعن شغلك يا اخي، الله الغني عنك وعن شغلك وعن هند الخشاب دي في يوم واحد. دلوقتي انت لما رحتي لهند الخشاب بيتها عشان موضوع عزه، رفضت انها تتعاون معاكي؟ طبعا رفضت. وهتتعاون معايا ليه؟ ما كفايه حضرتك. ولو اني ماليش حق اسالك، لكن عايز اعرف ايه حكايتك مع هند الخشاب؟ ترفض تساعد بنتي وتطلعك انت بكفاله زي الشعره من العجين؟ طب لما رحت لها قالت لك ايه بالظبط؟ قالت لي انها مش فاضيه والبركه في خليل بيه. غريبه غريبه، انت اهم من بنتي؟ طب انا مش هسيب بنتي. وبعدين انا عايز اعرف مدير اعمالك الاستاذ نعيم مختفي فين اليومين دول؟ بعته في مهمه كده الكويت وراجع بعد يومين. ده انت عندك بقى اسرار مش عايز تقولها. على كل حال مش مهم، انا نازله في اوتيل قريب من هنا، وعلى فكره فيفي عندها شويه خزعبلات عن ست جزريتك هنا، يبقى اسمعها منها. باي باي. فيفي. ايوه يا بيه. قولي لي، لا مين الست اللي جزريتك النهارده؟ معرفش والله يا بيه، بس شكلها كده انها ست مش بتحب حضرتك علشان عايزاني اسيبك وقال ايه هتفتح لي كوافير ملكي. بس الغريب اللي انا بستغرب له، هي ازاي عرفت ان انا نفسي يبقى عندي كوافير؟ ابنك فين يا وجدي؟ نايم جوه في سرير ابوه. طيب انا داخل انام في اوضتي، وانت بقى بيخلي فراوله ونايميها جنبك فوق ابوها. الصباح رباح. صباح على خير. هو في ايه؟ انت عارفه لولا الناس ولولا ان احنا في حته شعبيه كنت لما رجعت من التراب كنت طردتك انت وابنك، انما انا بس ما رضيتش اعمل كده.
وانت تقدري تطرديني؟ ايوه اقدر، لان بيتك مش هنا، بيتك هناك في طنطا. ليه اسم الله عليك؟ مسكتي عليا ماسكه وحطها فوق رقبتي؟ ماسكه عليك العمر كله، ولا فاكراني هسامحك؟ الراجل مات بسببك. نعم نعم. ايوه الكلام اللي انت قلتيه لسيد ده عيب قوي، ابويا طول عمره راجل ومال وهدومه، حتى لو كان الكلام ده صحيح. ما تتكلمي على طول وتبطلي الالغاز دي. المزرعه بتاعت مين يا وجد؟ وابويا يتنازل لك عنها ليه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ سيد. قالك ايه؟ واحكي كده على طول من غير لوع. لحسن والمصحف الشريف او ما طين عشتك انت وهو. انت يا سيد انت فيه؟ انت يا عرة يا ساقط النجم، انت يا بصيتك ولا خويتك؟ ايه ولا قلت ايه كلام فارغ اللي انت بتقول عليه ده؟ ايه وناس بقى انت ازاي تمسكيني كده؟ اوعيد ده انا هموتك واشرب من دمك وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. ده انت اساسا جاي هنا غلط، ايش دخلك انت يا ابن من الافاضل؟ طب يلا يا اختي، يلا يا اختي اللي كان هنا ما فكيش حاجه هنا. يلا لسه بيتها يا سيد. بيت مين وبتاع مين؟ دي بيت السو، انا عارفها كويس. انت ما تعرفهاش كويس. ليه سرقت ابوك من جوابه اللي قاعد عليها؟ بتضربني يا سيد واشرب من دمي كمان. سيد سيد ايه وزفت ايه؟ دي بتمثل، عايزه تبين انها بريئه وشريفه مالهاش في حاجه. انا عارفها كويس. يلا يا اختي خد ابنك ب 60 ده. يلا طيب يا سيد. ايه بقى يا ولاد؟ المزرعه اللي انت سرقتيها دي انا مش هسيبك، هجيبها يعني هجيبها، هروح طنطا وافضحك هناك، مش هسيبك يا واد. المزرعه بفلوسها يا سيد. فلوس مين يا فراوله؟ دي فلوس ابوكي، ضحكت عليه وسرقتها منه. ايوه يا سيد سرقتها، خليت المعلم عبده كتبها لي، انا حره، جوزي ويكتب لي اللي يعجبه. انا عايز اعرف الحقيقه، المزرعه بفلوسك ولا بفلوس ابويا؟ بقول لك بفلوس ابوك يا فراوله، وهي ضحكت عليه. اشربي سيد يا فراوله وربنا يخليهولك. يعني بفلوسك ولا بفلوس ابويا؟ انا خدت حقي ومش انا اللي يضيع مني حقوقي. يلا يا اختي يلا بقى مع السلامه. مع السلامه يا اختي. طيب يا سيد يلا ب 60 دهيه. هتسيبها تاكل شقانه يا سيد؟ هعملها ايه بس يا فراوله؟ ابوكي باع لها كل حاجه بورق رسمي وعقود متسجله كمان. يا نهار اسود يا نهار اسود. خلاص خلاص يا فراوله هتسودي النهارده ايه بس؟ فراوله احنا مش لازم بقى نقعد نندب حظنا ونبص ورا، احنا لازم نبص لقدام. اه بدل ما يبقى عندنا مزرعه واحده يبقى عندنا 2 و3 كمان. فراوله انا بحبك، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. واديكي شفتي، اديكي شفتي الغرب بيعملوا فينا ايه. تعالي يا فراوله تعالي في حضني، تعالي وتدفي كده. اوعدك اوعدك انك مش هتحس بالبرد بعد كده تاني ابدا. اوعدك يا فراوله. تعالي يا اختي تعالي. مالك بتفكر في احمد الملاح اللي خرج من السجن ولا في بنته عزه اللي دخلت السجن؟ تعرفي انهار من امتى؟ من سنه. سنه من ساعه ما انهار راحت لفيفي في البيت عندي وقالت لها انها هتعمل لها محل الكوافير اللي كان طول عمرها بتحلم بيه. عرفت ان دي طريقة انهار، عرفت انها راجعة عشان تنتقم مني، عرفت ان كل المصايب اللي بتحصل حواليا دي سببها انهار. طب وبتنتقم منك ليه؟ ما تقطعيش كلامي، ما تقطعيش كلامي، لانك البني ادم الوحيدة اللي ما كنتش هصدق ابدا ان انهار ممكن انها توصل لك. انا حميتك منها كتير طول السنة اللي فاتت دي. قبضتي منها كام؟ ولا حاجة، لأني اللي كنت عايزة فلوس كنت أخدتها منك. فاكر يا أحمد بتوع الضرايب اللي جوني السنة اللي فاتت وطلعوا عليا 1,000,000 جنيه وأنت قلت لي روحي لهم وخفضي معاهم وأنا هدفع لك الفلوس؟ رحت لهم خنقوني، طلعوا عليا 1,000,000 تاني على البار القديم اللي كنت فاتحاه وقالوا لي 1,000,000 التانية دي تهرب يعني سجن. وإذا دفعت 2,000,000 جنيه وعليهم الفوائد هيسيبوني.
وظهرت أنهار فجأة على باب البنسيون معاها المخلصة، وقالت لي بالحرف الواحد: أنقذتك من الضرايب ودفعت لك دينك، وأنا ليا دين عند أحمد الملاح، وأنا عارفة إن هو صاحبك، ساعديني أخده منه.